قصة السلطان مراد الرابع مع أحد رؤساء بلدية إسطنبول التي كشفت ذكاء هذا السلطان وفراسته، وهي القصة التي تم التطرق إليها في كتاب روائع من التاريخ العثماني لأورخان محمد علي. وقبل أن نواصل عزيزي المتابع، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفل. كثيرة جدا هي الحكايات التي تتحدث عن السلطان مراد الرابع، حيث ربطته بالأهالي وبرجاله حكايات متعددة، ومنها أنه قد تناهى إلى سمع السلطان مراد بأن أحد رؤساء مفتشي البلدية في إسطنبول يأخذ رشوة من الأهالي، فاستدعى إليه أحد رجاله وكلفه بمراقبة ذلك الشخص خفية، وذلك طبعا لمعرفة مدى صدق التهمة الموجهة إليه. وبعد شهر كامل من المراقبة رجع السلطان إليه لإعلامه بنتيجة مراقبته، فقال الرجل للسلطان: لم أرى أي شيء مريب في سلوكه يا مولاي، وأنا أعتقد أن التهمة الموجهة إليه باطلة وأنها ليست إلا إشاعة كاذبة. عندها أجابه السلطان مراد الرابع بكل حزم: وأنا لا أعتقد أن الأهالي كذبوا في هذه الشكوى، إذ لا دخان بلا نار، ولكنني أرى أنك لا تملك الفراسة الكافية. ثم صرفه. وفي اليوم الثاني استدعى السلطان ذلك الشخص المتهم، أي رئيس مفتشي بلدية إسطنبول، وعندما مثل بين يديه ناوله مراد الرابع كيس نقود وقال له: سأرسلك في مهمة، فلقد سمعت بوجود شخص محتاج وفقير يصلي صلاة الفجر في جامع آيا صوفيا، ويقف بعد الصلاة في الركن الفلاني من الجامع، اذهب إليه وادفع له هذا الكيس من النقود. قال له مفتش البلدية: سمعا وطاعة يا مولاي، وأدى هذه المهمة التي كلفه بها السلطان. فذهب لصلاة الفجر في جامع آيا صوفيا، ووجد ذلك الرجل الفقير في المكان الذي وصفه السلطان مراد، وطبعا دفع إليه كيس النقود. قال المفتش للرجل الفقير: خذ هذا الكيس من النقود، فلقد أرسله السلطان إليك. فأجابه: مد الله في عمر السلطان وأيده بنصره. إلا أن السلطان مراد الرابع وفي اليوم التالي أمر بالقبض على رئيس المفتشين وإيداعه في السجن. وما إن انتشر هذا الخبر بين الأهالي حتى عمت الفرحة بينهم، فلقد تخلصوا من هذا الموظف المرتشي. إلا أن وزراء السلطان دهشوا وتعجبوا من تصرف مراد الرابع الذي عاقب ذلك الرجل دون إثبات التهمة ضده، وتساءلوا عن الطريقة التي تسنى له بها أن يعرف صدق التهمة الموجهة إليه. وعندها قال لهم السلطان مراد الرابع: لقد كان ذلك الفقير المتسول أحد رجال المتنكرين، ولقد قمت بامتحان أمانة هذا الرجل، فأرسلته إلى هذه المهمة وأعطيته كيسا فيه 50 ليرة ذهبية، ولكنه سلم الكيس وفيه 5 ليرات فقط، أي أنه قام بسرقة 45 ليرة ذهبية، فعلمت بأنه شخص خائن وغير أمين. وبهذه الطريقة كشف السلطان مراد الرابع عن خيانة هذا الرجل وعدم أمانته، وهي قصة تبرز مدى فراسة السلطان. أعزائي، هنا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن ينال أعجابكم، وإلى اللقاء في تقارير قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.